السلام عليكم الدراري، معنا اليوم فيديو جديد اللي غادي نهضر فيها ان شاء الله على ليزيناج. غادي نشوفو ليزيناج، غادي نهضر فيها على دو ماشين اللي هما التوغ والفخيس. غادي نشوفو التوغ، غادي نشوفو لي زاكس ديالها، غنعرفو كل اكس اكس و ايكغيك و زد. بالنسبة المهم غنهضرو على لي زاكس كاملين في لي دو ماشين، كل وحدة كاين اللي يكون فيها دو تو دو زاكس كاين اللي يكون فيها تخوا زاكس. وغادي نعرفو كيفاش نفرزو ما بين لا ماشين ديال التوغ و ماشين وحدة اخرى، يعني كل الخصائص ديال كل ماشين فيهم. نعرفوا لي زوبيراسيون اللي كيداروا بشاك ماشين و لي زوتي اللي يمكن نديرو بهم هذوك لي زوبيراسيون و لا ماتيير ديال هذوك لي زوتي. نشوفوا دابا بالنسبه للتوغ اللي غادي نبداو به. هو اول حاجه خصنا نعرفوا بلي راه كاين دائما تيكون عندنا لاكس زد اللي في كاع لي ماشين. لاكس زد هو لاكس اللي تيكون كوريسبون لا بروش. لا بروش هي لا بروش، هي الحاجه اللي كدور تكون برينسيبال، يعني اهم حاجه كدور في هذيك لا ماشين. بحال مثلا التوغ عندنا فين كتش شنو اللي كتسمى لا بروش، هي فين تيكون لاصق لو موندغان. لو موندغان هو كتشد لا بيس. حيت عندنا في بالنسبه لا ماشين ديال التور شنو كاين، كاين لا بيس هي اللي كدور و لوتي تيكون فيكس، يعني هي كتحرك واحد لا بارتي. لا بيس هي اللي كدور. بالنسبه للفريزوز كاين العكس، لوتي تيكون مقبوط في الموندغان ديالو و في لي طوب او لو موندغان، و تيكون عندنا لوتي هو اللي كيتحرك. دونك ديما قلنا لاكس زد تيكون مع لاكس ديال لابغوش. بالنسبة لاكس اكس، لاكس اكس تيكون هو البيربونديكولار العمودي على لاكس زد بالنسبة للتور. بالنسبة للفخيزوز كاين العكس، كنشوفو بلي راه لاكس اكس فين تيكون. كيف كنعرفو دابا تيكون مثلا بالنسبة للفخيزوز تيكون عندنا، بالنسبة للفخيزوز تيكون لابغوش هي اللي كتكون فارطة من الفوق، يعني هي اللي كدور تكون لاصق فيها الوجه، وتيكون عندنا لا بيس اللي كديبلاصا، اما كديبلاصا على هاد لاكس هذا ولا هاد لاكس هذا. باش نعرفو لاكس باش اين اكسون غادي نسميوه اكس، كاين اكس وكاين ايكغيك. اين واحد فيهم غادي ياخد اكس، اكس هو اللي كيديبلاصا اطول مسافه. باش هكا عندما كيخرج بحال هكا بزاف غادي تسمى هذا هو لاكس اكس. كاين كيمشي لهيه وكيجي بزاف، يعني عندو واحد لا ديستونس طويله فين كيلعب، كيتسمى هذا هو لاكس اكس. دونك لاكس اكس تيكون هو اللي تياخد اطول مسافه. بالنسبه للفريزوز تكون فيها 3 ديال لي زاكس، باغ كونتخ التور تكون فيها غير دو زاكس. غادي ندوزو لتاني حاجة، بعد ما شفنا لي زاكس غادي نعرفو دابا لي زوبيراسيون لي كيدارو بلا ماشين ديال التور. بارمي لي زوبيراسيون لي معروفين في لا ماشين ديال التور عندنا الدريساج، الشريوطاج. غادي نختصرو من بعد واحد المجموعة غادي نهضرو على لي هما أساسيين، بعد من بعد غادي نجبدو لي هما ثانويين. ماشي ثانويين ولكني منذكرو السميات ديالهم كاملين، غادي نسميهم دي سيرفاس كيلكونك. لا نهضرو عليهم كاين دريساج، شريوطاج، بحال مثلا اروندي، شونفريناج، بزاف ديال هادو غادي نسميهم دي سيرفاس كيلكون. اللي كنا قلنا هو انه هاد لي زوبيراسيون هادو كاملين كيدارو بدو زوتي بي اس ال ان او لو بي دي جي ان. يعني هاد هما راه يمكن لينا يكون عندنا في كل اوبيراسيون نقولو مثلا اوتي ا شريوطي اوتي ا دريسي، ولكن هاد لي دو زوتي هاد لي دو زوتي هادو كيختص يمكن لهم يديرو كاع هاد لي زوبيراسيون لي قلنا، يمكن لهم يديرو يمكن نديرو غير بهاد لي دو زوتي سوف لا غورج. لا غورج يمكن لنا نديرو بوتي ثاني كدار بوتي ثاني، ولا مثلا ديك لابارتي اللي هي دايره بغينا نقطعوها يمكن نديرو بوتي ثاني، يعني غادي يبقى داخل فيها حتى يبقى ياكل منها حتى تتقطع. دونك قلنا هاد لي دو زوتي هادو هما البي سي ال ان والبي دي جي ان. بي سي ال ان بي دي جي ان بي سي ال ان ليش كيصلح؟ كيصلح لنا لا بارتي اي بوش، زعما كاين المرحله الاولانيه بروميير ايتاب اللي هي لي بوش. ولي بوش شنو هي لي بوش؟ هي باش كنحيدو بزاف ديال لا ماشين. بالنسبه للفينيسيون هي باش كنشوفو ادق، زعما كنكونو كندقو في لي ميزور مزيان. دونك قلنا بي سي ال ان كيدار في لي بوش، والبي دي جي ان البي دي جي ان كيدار في الفينيسيون. بالنسبه لا ماتيير منين صيبنا هاد لي زوتي هادو، عندنا البي سي ال ان والبي دي جي ان مصيبين يا اما كنستخدمو اللي مصيبين بال ا اف اس او لا بالسي ام. ا اف اس سا فو دير اسي رابيد سوبيريور، ا اف اس اسي رابيد سوبيريور. وبالنسبه للسي ام واللي هو الكربون ميتاليك. ندوزو دابا للفريزاج. بالنسبه للفريزاج شنو هما لي زوبيراسيون اللي تيداو؟ كاين عندنا سيرفاساج و كيداو بالفريزاج اللي هما سيرفاساج، بلون ديبول، غينيور، بوش. يمكن ندير بزاف الحوايج بحال هادو باش كنديرهم، باش نديرهم بالفريزوز. دونك فاش غادي نديرهم بالفريزوز شنو غادي لي زوتي اللي غادي نستعملوهم؟ كاين يا اما نستعملو فريز دو داي،
اولا نستعملو اولا فريز اسيو فاسي، يعني دو زوتي تكونوا بساط. حتى من لا ماتيغ ديالهم بالنسبه للزوتي اللي يمكننا نستعملوهم في الفريزوز باش نديرو هاد لي زوبيراسيون هادو، اختصرهم حتى ما اختصرنا الاخرين، غير ما يكونش السميه ديالهم عباره عن كود، تكون سميه باينه اللي هم مثلا فريز دو طاي وفريز فريز اسيو فاسي. كاينين اكثر من هاد لي زوتي هادو، ولكن هاد الجوج هادو ملي كيتستعملو بزاف كيتستعملو في الاكثر ديال لي زوبيراسيون. دونك غادي ناخدو كلشي باختصار. قلنا هادي لابارتي الاولى من الفيديو، كنتمنى انها تكون عجباتكم. بالنسبه لابارتي الثانيه اللي غادي تكون نهضرو فيها على الانواع ديال لي فورم اللي يمكن يكونوا في كاع لي يمكن لهم يداروا بالتوغ ولا بشي بالفريزوز ولا بدوطخ ماشين. ان شاء الله كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم، كلشي يكون استفدت.